وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم غريب. يا مظلوم كربلاء، أيها المذلج في زيافة تنشر اللكم كما تطوي البطاحة، فإذا جئت الغريين أرح فلقد نلت بمسراك النجاح. صن ضريح المرتضى عني وخذ غرب عتبين يملأ القلب جراحا. قل له يا أسد الله استمع، نفثة ضاق بها القلب فباحا. كم رضيع لك بالطف قضى، عاطشا يقبض بالراحة راحا. أرضعته حلم النبل دما من نجيع الناحر للدر الصراحة. ولكم ربة خدر ما رأى شخص الوهم ولا بالظن لاحا. ما الذي جرى عليها يا سيدي أصبحت ربة كور وبها ترقل العيس غدوا وارواحا. سلبت أبرادها فالتحفت بوقار صانع عن أن تباحا، واكتست بردا من الهيبة قد رد عنها نظر العين التماحا. لو تراها يا سيدي، لو تراها حين أضحت بالعرى جزعا تندب رحلا مستباحا، حيث لا من هاشم دون أخوة دونها
في كربلاء يدمي السلاح، لكن جينا ننشد كربلاء مضيعينها، جينا ننشد كربلاء ضيعينها، بيها زينب قالوا ميسرينها، ياخ جينا ننشد كربلاء عليها نعتب، نقول هاي رجال وتدور غلب، بس حرمة زينب بيش مطلوبة ابدنيب فوق كتل حسين وميسرينها، يسراها ولالها واحد فزع وشال حاد ضعونها بليل وقطع، جينا ننشد وين ابو فاضل؟ تدلون الشريعة يا زوار لو لا تدلون، لو ما تدلون المشاية اللي رايحين اعتابكم الوين عند ابو فاضل، بس الويش تعاتبه معدور لو مو معدور؟ جينا ننشد وين ابو فاضل وقاع، ما تذلون الشريعة وين، بس اشوف والعتب مني يزود وادرب فاضل على النخوة يجود، عدري عده يقول مقطوع الزنود وحال ملك الموت بينه وبينها، اخ اردى نشدك جاوبيني بالصحيح خاطب كربلاء، هاي النشداد الكربلاء اسمع النشدة الاولى، اردى نشدك جاوبيني بالصحيح، وين وقفت زينب وقامت تصيح؟ ها تندل التل الزينبي لولا؟ اخ ارض نشدج جاوبيني بالصحيح، وين وقفت زينب وقامت تصيح؟ يا حسين يا حسين يا حسين بيا كتر طايح دبيح، وخبريني بطيحته في وينه؟ اخ جينا ننشد كربلاء عنا النزل، بالله قولي لي وقولك ما يزل، زينب تركب الفواطم عالهزل، لو علي السجاد قام يعينه، جينا ننشد كربلاء عنا النزيل، شلون ضعن الحرم شال بلا ذليل، ارض نشدج ما بقى غير العليل، ماكو ارض نشدج ما بقى غير العليل، بالمرض مدهوش وين وين. اسمع النشدة الاخيرة تخصك، ها السادة معنيين اسمع، اخ ارض نشدج هم صدق بالشام عيد، ليش صار عيد بالشام؟ ارض نشدج هم صدق بالشام عيد، وحطوا بتشت الدهب راس الشهيد، ارض نشدج زينب بمجلس شمسوين بيها قاعدة واقفة، يا سادة شنو بيها زينب؟ اخ ارد نشدج زينب بمجلس يزيد، قاعدة لو واقفة مخلينا، بعد عند ابو فاضل اخر بيت اسمع، وين يا عباس راح المرجلة؟ قوم شوف العز يا ابو الشيمن وله، هين عليكم سنان وحرمله، وينكم للدل ترم يسرينا؟
مربين على حبك دور ما ينسى وما يخفى، من عدوانك الجانت منا تريد تتشفى، علينا افرض واحكام بلا رحمه ولا رافه، حتى من نجي نزورك على العاده المئتلفه يتحجج علينا يريد يمنعنا بلف حرفه، قال اللي يزور حسين ولا مهما يكن ظرفه على مية الذهب يدفع رسم زيارته يكلفه، شنه الذهب شنه المال من يتوقن الحتفه، رذ قال اللي يزور حسين من ايده ينقطع شفه، اقطعنا جفوفنا بالحال ركضنا نزورك بلهفه، منك ما منعنا الخوف ابي عبد الله عنك ما منعنا الخوف، قطعوا مني ذينا جفوف من الالم ما صحنا صحنا بيك، امنت بابي عبد الله بندائه الذي كان عبر 1400 عام يتجدد، يوم الذي وقف سيدكم ومولاكم في اليوم العاشر من المحرم وقال أما من داب يدب عن حرم رسول الله، أما من ناصر ينصرنا، ما جاوزت فقط 83 بذاك اليوم، اليوم 20 مليون زحفت إلى كربلاء وهي تنادي لبيك يا حسين، اليوم تسمع الأصوات تتعالى، أكبر أكبر تجمهر بالعالم كله وعلى مدى التاريخ، أبي عبد الله الحسين يسطر أسمى المعالم بالنصر، ما كان ينشد لذاك اليوم، ترى لما قال إن شاء الله أن يراهن سبايا تدري ليش؟ حتى هي المسيرات اليوم تبلغ إلى كربلاء وبهذا المكان يأمه الناس من كل مكان ومن كل جانب، حتى أنت وغيرك يبكي إن شاء الله أن يراهن سبايا مو من أجل السبي، بمستوى الدم الذي قد جرى في كربلاء وبتضحية الإمام الحسين ضحى أيضا بنسائه حتى يجودون بالرسالة ويبلغون، وأول تبليغ وصل من الكوفة، إلا من دخلت زينب وأخوات زينب إلى الكوفة وإلى مصر الكوفة، وتدري بالقول وبالفعل فعل ترى زينب سلام الله عليها بلغت الرسالة، لما خرجنا نساء الكوفة ووجدنا نساء قشرت الشمس وجوههن والأطفال شفاتهم قد تشققت وتيبست من الجوع والعطش، طلعنا بالماء وطلعنا بالزاد، لكن سيدتكم ومولاتكم أبت إلا أن تعرف القوم، نزلت من على ظهر ناقتها تلفظ الطعام والماء وهي تقول لأهل الكوفة الصدقة علينا حرام، حرام أهل البيت، ليش؟ مو من أجل الأكل ولا من أجل الماء، أو اسمعوا على أننا نحن بنات رسالة لسنا خوارج ولا نساء خوارج، ولا كما لفقت وزورت دولة بني أمية هذه الغاية، وتنبري أصغر طفل عند الإمام الحسين، هذه شهيدة خريبة الشام تقف لما بكينا نساء الكوفة قالت أتبكون لا هدأت الرن لكم يا أهل الكوفة، أتدرون أي كبد لرسول لله فريتم، أتقتلنا رجالكم وتبكينا نساءكم، قد قلبوا الرأي العام قبل أن يدخلوا عند ابن زياد، ابن زياد يتبجح ويقول أرأيت صنع الله لسيدتكم ومولاتكم زينب سلام الله عليها صاحبة المصاب الأكبر، يقول لها هل رأيت صنع الله في طاغيتك الحسين؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، أولئك قوم قد برزوا إلى مضاجعهم، ثم يقف صاحب ثورة الأزدي رحمة الله عليه ورضوان الله تعالى عليه حينما قال إنما يفتضح الكذاب أنت وأبوك ومن والله وأبوك، أتجلسون في مجلس العظماء وتتحدثون بحديث الحكماء وتقتلون أبناء الأنبياء، ألا سوءة لكم، عجل ابن زياد لإخراج النساء الوين وديهم إلى الشام، والشام قد بلغت مبلغ من الأفراح ما شهدها أحد قط، قد زينت وقد دفعت بالرايات التهليل والتبجيل على وطأ انتصار يزيد ابن معاوية على عليه لعائن الله، لكن أنشدك شنه العصاب الأكبر اللي عن زينب وأخوات زينب، ترى رايح الشام وودينا وياك وعن جميع المؤمنين والمؤمنات نأم ضريح السيدة زينب سلام الله عليها إن شاء الله منتصرين رافعين الرؤوس، زينب سلام الله عليها أكثر ما ضج مضجعها هو شماتة الناس، ويأبى الله، تعرف لما يكون بين أعداء وشامتين وحاقدين وعندك جنازة معطلة شنو تسوي بيها؟
شنو تسوي وعندك جنازة معطلة؟ هذا يتربص بيك عن اليمين وعن الشمال. وتعرف الذي قد جرى في خربية الشام حينما انحنت تلك الصغيرة بعدما دفع برأس أبيها إلى حجرها ورأته وقد تخضلت شيبته بالدم، انحنت عليه تشم لكنها فارقت الحياة بين ضجيج بين انحناءتها وضجيج النساء، اتصرخن بصوت واحد ومحمدا. خلي يفهم العالم ويسمع، نحن بنات رسول الله بهذا المعنى. والناس من كل جانب كانوا يشمتون وكانوا يهللون وكانوا يطبلون عمدا، كان قد دفع بالنساء إلى ذلك السوق الضيق، تعرف سوق الحميدية اللي ما ينتهي إلا بدروازة الساعات، وقد جمعت الرؤوس وسط المحامل. تقول زينب: قولوا لحاملي هذه الرؤوس أن يتقدموا بها، فوالله قد خزينا من كثرة النظارة إلينا إلى أن بلغوا بهم إلى دروازة الساعات، وكانوا يعدوا جيرونا إلى يزيد ابن معاوية، وكان إذنا خاصا لثقاته ووزرائه والسلاطين والملوك التي جلبها على وتر نصره المزعوم. دفع بالنساء والأطفال مربقين بقيد الجامعة. شنو هالنصر اللي عندك يا يزيد؟ 113 امرأة وطفل وطفلة مربقين بقيد الجامعة من عنق مولانا أمير المؤمنين إلى زند زينب سلام الله عليها. يقف مولانا زين العابدين ويقول: يزيد، ما ظنك بجدنا رسول الله لو رآنا على هذه الحالة ونحن مربقين؟ للبعض سمع علي يقول بأن جده رسول الله، فقالوا له: ماذا يقول هذا الغلام؟ هذا الغلام يدعي بأن جده رسول الله. فقرعت الطبول وأذن بإذن عام قد دخل فيه عامة الناس، قد دخل المنهال يقول: كان الرأس بين يدي يزيد ابن معاوية يعبث به بمخصرته، يقول له: ويحك، ابعد خيزرانتك يا يزيد، والله لا أحصي ذلك عددا، لطالما رأيت النبي يلثم هاتين الشفتين تقبيلا. اسمعوا ما الذي فعل يزيد بن معاوية، والنساء كلهن يتطاول وينظرن إلى رأس أبي عبد الله. رفعه من كريمته ثم استعرضه بقضيبه وكسر ثنايا. هل من منادي؟ أيها حسينا، فانبرت سيدتكم ومولاتكم حين لم تجد من يرد على يزيد بن معاوية عليه لعائن الله، فقالت: أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء وصرنا نساق كما يساق الأسرى، إن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جدلانا مسرورا، وحين رأيت الدنيا لك مستوسقا والأمور متسقا، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا بالا لا تطش جهلا. أنسيت قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماؤك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت خدورهن وأبديت وجوههن، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، ويتصفع وجوههن القريب والبعيد، والدنيء والشريف ليس لهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، وكيف يرتجى مراقبة من لفظفوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء، وكيف
يستبطغ في بغضنا أهل البيت. من نظر إلينا بالشنف والشنان والإحن والإضغان وتقول غير متأثم ولا مستعظم لأهله واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكثها بمغصرتك. أيوا ويلا أيوا حسينا وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرعة واستأصلت الشوفة بإراقتك دماء درية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم ولوددت أنك شللت وبكمت وما قلت الذي قلت أو فعلت الذي فعلت. الله اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا وممن قتل حماتنا ورجالنا وسبى على النياق نساءنا. فوالله ما فريت إلا جلدك وما حززت إلا لحمك ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء دريته وهدك حرمته في لحمته وعترته حيث يجمع الله شملهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبريل ظهيرا. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين. ثم قالت ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك لكنما العيون عبرا. ليش قتيلنا مو قتيل عادي؟ لكنما العيون عبرا والصدور حرا. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا. فهذه الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا. استديروا يا زينب إلى كربلا وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتاب أبوها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما حين لا تجد إلا ما قدمت يداك. وما ربك بظلام للعبيد وإلى الله المشتكى وعليه المعول. فكد كيدك وناصب جهدك واسع سعيك فوالله لن تمحو ذكرنا. شايف الملايين المحد ذكر؟ شايف الملايين التزحف إلى كربلاء؟ فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا ولن تدرك أمدنا ولن يرحب عنك عارها. فهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. والحمد لله رب العالمين الذي كتب لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة. ونسأله أن يكمل لنا المزيد ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود. وحسبنا الله ونعم الوكيل. فضج الجمع بالبكاء والنحيب فما تسمع في مجلس يزيد إلا باك وباكية وناع وناعية. وكل ينادي وحسينا وغريبا ويعتذرون إلى زينب وإلى مولانا زين العابدين ويقولون معذرة يا ابنة رسول الله معذرة يا ابن رسول الله عظم الله لكم الأجر. ثم تحولت تلك الجموع إلى توبيخ وشتائم وإلى توبيخ وتنديد بيزيد بن معاوية. وأول من خرج من بيت الطاغية زوجته هند محسر الرأس وهي تقول لعنك الله يا يزيد
ألقى عليها رداء وقال لها تحصني تحصني يا أمة الله. قالت له أتحصنني وبنات رسول الله لا حصن لهن؟ أتخدرني وبنات رسول الله قد هتكت خدورهن؟ لعنك الله يا يزيد، هذا رأس ابن بنت محمد معلق على باب داري. وهجمت بلي شعور هند مكشف الراس، وشتمت يزيد وظلت تخاطب الجلاس. هذه الذي تخطب ما هي زينب يا هالناس، من بيت عز وفخر واشرف هاشمية يا يزيد، هالراس اللي يلوح باب داري هذا مهراس الصبت صفوة الباري، وهالحاسرات بمجلسك والدمع جاري. كلهن خوات حسين عز الهاشمية، وصدت لعد زينب وهي تصفج الكفين. الله يا زينب عقب داك العز تدلين، بمجلس أسيرة والعشيرة وين؟ وحسين صاح الطبق كلهم جت الوانش بدي، عنش صناديد الحرب يا مخدرة وين؟ ما حد يظل الشام مسبية تطبين. صاحت فجعني دهري بعباس وتيسرت والزمن دوراته عجيبة. أنا سكني على صبي ناظري وأحمي عيوني، اخواني بيتاماهم بلوني وضيعوني، حرمة وضعيفة من الضرب ورمات، خشي يزيد الفتنة عليه لعائن الله، فآمر بإخراج النساء وإرجاعهن إلى وطن جدهن، وأوعز إلى البشير بن النعمان أن يكون على رأس تلك الضعينة. لكن سيدتكم ومولاتكم زينب سلام الله عليها ما تمالكت، ليش؟ لأن فارقت أخاها جثة بلا إخبار مكبوما على وجهه في بوغاء كربلاء. تريد ترجع الوين إلى كربلاء، تريد تجدد الولاء، تريد تبل قبر أبي عبد الله بدموعها. ولذلك ما تمالكت، وقفت وقالت لمولانا زين العابدين: قولوا الحادينا يمر بينا على حسين، خلنا نزور حسين ونشوف اندفن وين، بل كتروي قبر اخويا بمدمع العين، يا ريت فوق القبر تحضرني المنية. نادى العلي له مدمع بالخد مدروف، اعمل معانا اليوم يا نعمان معروف، مروا بعماتي وخواتي لارض لطفوف. قال لي فلعصي لك امر يا ابن الشفية، وعرج على قبر الشهيد وصار لنياح، والعابد السجاد من فوق الجمل طاح. يعني ألقى بنفسه مولاكم من على ظهر ناقته. كان في هذه الأثناء جابر بن عبد الله الأنصاري كان يزور مولانا أبي عبد الله الحسين، وعنده علم في هذه الساعة في هذه اللحظة في هذا التوقيت يأتي مولانا زين العابدين. ولذلك قال لعطية العوفي، يقول له امضي، هذه غبرة جاية من جهة الشام،
انظر إذا كانت هذه الغبر سيدي ومولاي أبي عبد الله فأنت حر لوجه الله، وإن كان هذا الركب جنود آل أمية ارجع لنا لعلنا نرجع لنا ملجأ ومخبى. يقول سرعان ما مضى الغلام وأرجع ورجع يقوم ويقع على الأرض ويلطم على رأسه وهو يقول قم يا جابر فهذا سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين قد رجع بعماته وأخواته إلى أرض الطفوف. فقام جابر فاردا ذراعه يهدو تجاه مولاكم زين العابدين، أما زين العابدين فإنه ألقى بنفسه من على ظهر ناقته وجاء فاردا ذراعه واحتضن جابر. أنا أقول لك ترى أول حضن يستقبل جابر، جابر حضنه هو اللي استقبل مولانا زين العابدين، وأول دمعة تنزل على كتف جابر حينما احتضنه نادى عم يا جابر ها هنا قتلوا رجالنا، عم يا جابر ها هنا ذبحوا أطفالنا، عم يا جابر ها هنا حرقوا خيامنا، عم يا جابر ها هنا اركبوا على النياق نساءنا. فصاح جابر عظم الله لك الاجر، اما زينب سلام الله عليها اذ انها فارقت الحسين جثة بلا اخبار ثم رجعت ورأت قبر الحسين روضة يعمه الناس من كل جانب، نزلت من على ظهر ناقتها تتعثر في اذيالها وهي تنادي يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها، إهنا يا النازلين هنا بقبر حسين دلوني وتالع للمسناي القبر عباس ودوني، خرت من على الناقة وتبعنها خوات حزين تتعثر وهي تنادي يا اخويا حسين قبرك وين، جيتك باليتامى قعدت تلقانه يا نور العين تراه انت حلت عظامي ولا تشوف الدرب عيني، يا اخويا قعد احكي لك عن احوالي بهالسفره مشوا بينا على الهزل يا خويا مشيت القشرة، والابن زياد بالكوفة وجنايزكم على الغبرة وكل الروس منصوبة عن شمالي وعن يميني، ترى ما ينوصف يا حسين حالة طبة الكوفة علي مقيود بغلالة وانا بالحبل مشتوفة وسط مجلس وانا زينب وبالشمات وويلا ترى هذا الأمر الذي قضى سيدكم ومضجع سيدكم ومولاكم زين العابدين سلام الله عليه حينما قال والله أنا ما نكست رأسي لأجل ذبح الصناديد، ما قصروا بالغادرية زلزلوا البيت نكس الرأس دخول زينب مجلس، وسط مجلس وانا زينب وبالشمات محفوفة انا لو فارقت روحي يا هالوادم تلوموني، مشوا بينا من الكوفة ودرب الشام قاسيت وانت ساعة وداعك علي الحمل دبيت قاسيت السرى بالليل والسجاد باريت وحدي مكلف بعيله ولا لي من يراعيني، خويا وطبت الديوان لا صارت ولا بتصير
بين الطهر والزهرة ربيت معودة بتخدير، لاني واقفة بمجلس يحاجيني رجس خمي واويلا واويلا. وزينبا لاني واقفة بمجلس يحاجيني رجس خمير، انا لو فارقة روحي يا هالوادم تلوموني، خويا والخرابة شلون افصل لك مصايبه، ترى سيدتكم ومولاتكم وقفت تعتذر في هذا الشأن لأنها خرجت برقية ورجعت بدونها وخلفتها جثة هامدة في خربة الشام، ولذلك تقول بهذا المعنى خويا والخراب شلون أفصل لك مصايبها، مهجورة وبلي يستور نتوسد ترايبها، وماتت فاطمة بيها ومحد من قرايبها. وماتت فاطمة بيها ومحد من قرايبها. دقعد حشم العباس يا ابن امي وتلقوني، وصلناكم يا ابو فاضل، اسمع اسمع اسمع، وصلناكم يا ابو فاضل. ميه العادة ترى ها متعودة زينب يصعدها ينزلها ابو الفاضل، احوط احوط ايضا هودجها من كل جانب. وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلونا، وهاي الروس جبناها يا ومنكم نطلب العون، وراس حسين سمحوا لي تراه مكسرة. وراس حسين سمحولي تراي مكسرة، اسنونه كسر هبدع الفاجر قبالي وتهمل عيوني، لكن قبر الشهيد ابن امي بانت لنا انوار، قبر عسى يا الوالي ما تنقط برض المدينة روضة، وبغداد فيه روضة ولا بلد دخلوها إلا وصارت رو، وانتي عليهم فيستي بالجسد ويا كربلاء من حاضج يا الساطعة بنوا يوم القيامة الجنة مكتوبة، يا الله يوم القيامة الجنة مكتوبة زوا ابدا فلا يتحاسب من يندفع اذا شئت النجاة، فزر حسين فغدا تلقى الإله خرير عيني، فحاشا أن تمس النار جزما. إلى أرواح موتى الحاضرين والمؤسسين الفاتحة مع الصلوات.